أهلا بكم في قناة شخصية وموقف مع هبة. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم وأن تشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. أزغون مال تعود إلى الشاشة بعد غياب 9 سنوات بمقابل مذهل. من هي أزغون مال؟ أنها مسلمة بالميلاد. ولدت في إسطنبول وتاريخ ميلادها هو 28 ديسمبر 1978 ميلادية. متزوجة ولديها طفل واحد من زواجها. كانت نجمتنا تعيش مع والديها كوبيلي وكيلي في مدينة إسطنبول. حبها للتمثيل ولد معها وهي طفلة. أمها من أصول يونانية، وكانت تعمل موظفة في أحد القطاعات الحكومية. أما والدها فهو مقدوني الأصل. عمله كان بالتجارة، اسمه كوبيلي. عاشت مع أسرتها في منطقة اسمها إسكودار. تزوجت من رجل الأعمال التركي سردار أورال، وأنجبت منه طفلها الأول الذي يدعي نفس، وقد كان هذا الاسم من اختيارها بعد الولادة، وذلك في عام 2015 في شهر أبريل. في حادث أليم ومفاجئ توفى زوج أوزغون مال بعد تعرضه لأزمة قلبية. لتعيش أزغو حالة من الحزن والقلق، وابتعدت كثيراً عن الفن والأضواء لتعيش مأساتها بعيداً. عاشت نجمتنا حزن كبير، وقد نعى جمهورها والصحافة والفنانين، فقد كانت صدمة كبيرة عاشتها نجمتنا. لتبتعد أزغو عن التمثيل أيضاً لمدة كبيرة، أكثر من 9 سنوات، خاصة أن لديها ولدين تهتم بهم وحدها الآن. وقد استغرب الصحفيين والبعض من عدم وجودها في جنازة زوجها، لكن هذا بسبب تعبها بسبب صدمتها في وفاة زوجها، بجانب اهتمامها بالطفلين الصغيرين، حيث أن الطفل الأول في 5 والثاني في 3 من العمر. بعد ابتعادها عن الجمهور والأعمال الفنية لفترة طويلة، عادت أوزغو نامال إلى الشاشة من جديد، ولكن بمقابل مادي، وصفته التقارير الإعلامية بأنه مذهل. وبينت بعض التقارير أن أوزغو نامال التي عادت إلى الشاشات بعد انقطاع دام 9 سنوات، حصلت على 900,000 ليرة تركية مقابل كل حلقة من مسلسل البراعم الحمراء كيزل بونكلار، الذي لعبت فيه دور البطولة مع أوزغان دينيز. أوزغون مال التي تلعب دور البطولة في مسلسل ريد بونكلار البراعم الحمراء، إلى جانب أوزغان دينيز، شاركت في العديد من المشاريع الفنية، ومنها إيديتي بي إسطنبول، أورغانيزي إشلر، كورتيلر فاديسي، إنترناشيونال، السعادة، مزرعة السيدة، كما كانت عضواً في لجنة تحكيم أحد برنامج المواهب التركية. وعلى الرغم من أنها كانت في ذروة حياتها المهنية بعد الزواج، إلا أن أوزغون مال اختارت حياة أكثر سلاماً، وأخذت فترة راحة من التمثيل، وعادت إلى إسطنبول بعد وفاة زوجها أحمد سردار أورال في 6 أكتوبر 2020. وكانت آخر أعمالها الفنية شخصية نارين في المسلسل التلفزيوني مرحمة عام 2013 إلى 2014 من إخراج عمر أتاي، وتم بثه على شبكة فوكس.
ولكن عودتها كانت قوية جدا بالنسبة لنجمة كبيرة مثل أوزجين مال، وهو دور مريم في مسلسل البراعم الحمراء، فقد تفوقت على نفسها بعد عرض أولى حلقاته. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم وأن تشتركوا في القناة.